وينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. سيد سركيس، بعد التحية، الدولار تعرض لموجة جني أرباح خلال تعاملات يوم الجمعة، الأسباب التي أدت إلى تراجع الدولار؟ نهاركم سعيد. بالفعل شهدنا على مدى الأسبوع الماضي انخفاض طفيف، يعتبر انخفاض طفيف في الدولار الأمريكي، إذ أن الدولار الأمريكي لامس أعلى مستوياته منذ نحو 20 عاما مضت قبل أن يتراجع قليلا. بنك كندا المركزي رفع الفائدة 75 نقطة أساس، الاحتياطي الأسترالي رفع الفائدة 50 نقطة أساس، وأضيف على ذلك توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة ب 75 نقطة أساس. المتداولون الآن يرون بأن عديدا من البنوك المركزية ترفع الفائدة وليس فقط الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وهذا ما حفز موجة جني أرباح على الدولار الأمريكي، خصوصا وقد شهدنا ارتفاع في شهية المخاطرة وشهدنا ارتفاع في العديد من أسواق الأسهم. وعندما يتوجه المستثمرون إلى أسواق الأسهم نلاحظ بأن بعض التخلي عن الدولار الأمريكي يحصل، إذ أن الدولار يعتبر عملة ملاذ آمن، وهذا السبب الذي أدى إلى بعض الانخفاض في الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات. لكن أذكر بشكل عام بأن الدولار الأمريكي ما يزال قريب من أعلى مستوياته منذ عام 2002، والذي شاهدناه هو كما تفضلت عبارة عن بعض التصحيحات الهابطة. نعم سيد سركيس، أيضا اليورو بعد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بوتيرة قوية، ما هو المتوقع لسعر اليورو في ظل ترقب اجتماع الفدرالي الأمريكي الشهر المقبل؟ بداية اليورو رغم ارتفاعه الأسبوع الماضي، لكن هذا الارتفاع نوعا ما يعتبر محدود، فقد شهدنا ارتفاع اليورو بحوالي 19 نقطة مئوية فقط، وهذا الارتفاع بعد أن لامس اليورو أدنى مستوياته في عقدين من الزمن. اليورو حاليا يتداول أو أغلق الأسبوع الماضي قرب مستوى التعادل. بعض الارتفاع لا أستبعده باليورو أمام الدولار الأمريكي، لكن بشكل عام على المدى المتوسط والطويل يبدو بأن اليورو ما يزال ضعيف نسبيا، فالاحتياطي الفدرالي سيرفع على الأرجح الفائدة خلال هذا الشهر ب 75 نقطة أساس بحسب توقعات مجموعة CME، فاحتمالية رفع الفائدة 75 نقطة تزيد عن 90%، وخلال باقي هذه السنة على الأرجح أيضا سنشهد رفعان آخران بالفائدة، مما سيبقي على الفوائد بالاحتياطي الفدرالي الأمريكي مرتفعة مقارنة بنظيرتها في البنك المركزي الأوروبي. وهذا يعني بأن اليورو حتى لو ارتفع، طبعا لا أستبعد بعض الارتفاع التصحيحي لليورو أمام الدولار، لكن على المدى الأبعد يبدو بأن اليورو سيبقى على الأرجح ضمن اتجاهات هابطة إجمالية، وذلك بسبب توقعات استمرار الفدرالي رفع الفائدة بوتيرة على الأرجح ستكون أسرع من مثيلها في البنك المركزي الأوروبي. نعم السيد سركيس، إذا انتقلنا نحو الين الياباني، الين الياباني ما زال يواصل انخفاضه مقابل الدولار إلى مستويات قياسية، يعني هل من توقعات لتغيير سياسة البنك المركزي الياباني من تيسيرية إلى تشددية؟ بداية الين الياباني أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 1.7%، وصل الين الياباني عند 144 ين لكل دولار أمريكي واحد، قبل أن يتراجع الدولار قليلا إلى 142 ين لكل دولار. لكن الين الياباني ما زال عند أدنى مستويات له منذ تسعينات القرن الماضي. لا أتوقع أبدا أن يقوم بنك اليابان المركزي هذه السنة باتخاذ إجراءات تشديدية قوية، مما سيترك فجوة كبيرة ما بين توجه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي مقارنة في بنك اليابان المركزي. هنالك ملاحظة مهمة، وهي أن فرق عوائد السندات ما بين سندات أمد استحقاق 10 سنوات في الولايات المتحدة وسندات أمد استحقاق 10 سنوات في اليابان مرتفع جدا لصالح الولايات المتحدة، فالفرق فوق 300 نقطة، وهذا يدل على أن هنالك تدفقات سيولة تتوجه بشكل عام للدولار الأمريكي مقارنة في الين الياباني. إذا لم تتدخل حكومة اليابان، إذا لم يتدخل بنك اليابان المركزي، فأعتقد أن الين الياباني قد يشهد المزيد من الانخفاض هذا الأسبوع، لكن لا يجب استبعاد شيء.
ربما سيقوم بنك اليابان المركزي باتخاذ إجراءات من أجل إيقاف انخفاض الين الياباني أو حكومة اليابان، لكن بشكل عام حتى هذه اللحظة كتغيير سياسة نقدية في بنك اليابان هذا أمر مستبعد جدا، مما قد يترك الين الياباني ضعيف أمام سلة العملات. نعم سيد سركيس، بالمجمل الملاذات الآمنة إلى أين تتجه خلال الأيام المقبلة؟ الآن ملاحظة مهمة شهدناها الأسبوع الماضي، وهذه الملاحظة تمثلت بارتفاع في شهية المخاطرة. ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية، أسواق الأسهم في أوروبا وعديد من الأسهم الأخرى، وهذا ما تسبب بانخفاض في طلب الملاذات الآمنة. لكن ملاحظتي هي الارتفاع الذي شهده الفرنك السويسري خلال الأسبوع الماضي أمام الدولار الأمريكي. هذا الارتفاع ربما اعتبره البعض طلب ملاذ آمن، لكن باعتقادي هذا بسبب توقعات أن الأسواق ترى البنك الوطني السويسري ربما سيرفع الفائدة. إلى جانب ذلك تعرض الدولار لبعض الضغط الهابط، فالملاذات الآمنة ترتبط بحالة شهية المخاطرة في الأسواق أكثر من ارتباطها في توقعات البنوك المركزية. هذا الأسبوع طالما بقيت شهية المخاطرة مرتفعة، فأعتقد بأن الملاذات الآمنة سيبقى الطلب عليها ضعيف، خصوصا ونحن بانتظار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أي التضخم في الولايات المتحدة، وهذا ما قد يكون له تأثير مباشر على الدولار وكذلك عملات الملاذ الآمن. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا جزيلا لك.